الآن حنأخذ الأسلوب الثاني من أساليب قياس معاملات الارتباط الخطي البسيط، وهو معامل جدا مهم نسميه معامل سبيرمان للرتب. إضافة كلمة للرتب هذا على أساس أنه هذا المعامل في حقيقة الأمر يستخدم للبيانات النوعية الوصفية ذات الرتب، وأيضا يستخدم للبيانات الكمية. يعني أنه معامل سبيرمان هذا ممكن أستخدمه في حالتين: في حالة أن تكون البيانات كمية مثله مثل بيرسون السابق، كما قلنا أنه بيرسون أيضا يتعامل مع البيانات الكمية، ويمكن أيضا إضافة إلى ذلك يستخدم لقياس الارتباط بين بيانات كمية ونوعية، كمية ونوعية. تعالوا معي إلى علاقة هذا المعامل، تعطى بالمعادلة التالية: R تساوي 1 ناقص 6 مضروبا في summation D تربيع مقسوما على N في N تربيع ناقصا 1. إذن هذه هي علاقة معامل ارتباط سبيرمان، علاقة بسيطة جدا ومختصرة أيضا، عكس إيش؟ عكس العلاقة اللي كنا شفناها في معامل بيرسون. لاحظوا معي هنا الآن سوف نقوم ب يعني قياس أو معرفة العلاقة بين مشاهدتين أو ملاحظتين. طيب، بالنسبة لهذا القانون الدي، هذا الدي يعني الفرق بين الرتب الإكس والواي، الفرق بين رتبة الظاهرة الأولى وبين رتبة الظاهرة الثانية كما سنرى. الإن هذا هو عدد الحالات أو عدد يعني المشاهدات. تعالوا معي نأخذ مثال بسيط واضح لهذا المعامل المهم. انظروا معي، يقول هنا: أوجد معامل الارتباط لدرجات طلاب والموضحة في الجدول التالي. هذا الجدول الذي أمامكم عبارة عن درجات لعدد 6 من الطلاب في مادتين مختلفتين. المادة الأولى نرمز لها بالرمز X ولتكن رياضية، والمادة الثانية نرمز لها بالرمز Y ولتكن مثلا محاسبة. ونريد نعرف ما هل هناك علاقة بين درجات كل طالب في المادتين، يعني الطالب الأول جايب 7 في المادة الأولى، جايب 8 في المادة الثانية. طيب هل في علاقة؟ هل هي في علاقة بين أنه جاب 7 هنا و8 هنا؟ طيب إذا في علاقة، ما نوع العلاقة؟ قوية، ضعيفة، متوسطة، هل هي طردية، هل هي عكسية إلى آخره. وهكذا بقية الطلاب، حناخذ مثلا الطالب الأخير جاي في المادة الأولى 11 وفي المادة الثانية برضه 11. طيب هل هناك علاقة بين نتيجته في هذه المادتين؟ هنا حتى نحكم على وجود العلاقة وعلى نوعها وقوتها لابد من استخدام معاملات الارتباط. طيب الآن البيانات هذه واضح أنها بيانات كمية. طيب لما تكون عندي بيانات كمية، أي أنواع المعاملات أستخدم؟ ممكن أستخدم بيرسون، وممكن أستخدم كمان سبيرمان. بيرسون كما وضحنا بالمثال السابق، سبيرمان كما سنوضح الآن. طيب إذا تعالوا معايا إلى الحل لهذه المسألة. أعزائي الطلاب، عندما نستخدم معامل سبيرمان لابد من ترتيب هذه القيم ترتيبا تصاعديا أو تنازليا قبل ما نبدأ. كيف يعني؟ كيف نرتبها؟ لاحظوا معي، نعطي لكل درجة من هذه الدرجات رتبة.
أنا مثلا حفضل أني أبدأ من الصغير إلى الكبير وأعطي الرتب على أساس ترتيب تصاعدي. فحاعطي الرقم 3، لاحظوا معي هذا أصغر درجة بين درجات X هي 3، بعطيها رقم 1. تمام؟ طيب مين اللي بعد 3؟ اللي بعد 3 7، إذا بعطيها الرقم 2، يكون ترتيبها الثاني، ترتيبها الثاني. طيب مين اللي بعد 7؟ 7 برضو الثانية، إذا بيكون ترتيبها الثالث. مين اللي بعد 7 دي؟ برضو 7 الثالثة، بيكون ترتيبها الرابع. جميل؟ طيب بقي معانا 8، حيكون ترتيبها الخامس، وأخيرا الدرجة 11 بيكون ترتيبها السادس. ولكن لاحظوا أعزائي الطلاب، لاحظوا إن السبعة هذه حصل عليها 3 طلاب، وأنا رتبت السبعة الأولى 2، والسبعة الثانية 3، والسبعة الثالثة 4. طيب كذا ما فيش عدالة. ليه؟ لأنه نفس الدرجة وأخذين ترتيبات مختلفات. فماذا أعمل في هذه الحالة؟ لما ألاقي درجات متكررة أرتبها كما رأيتم، ترتيب عادي أولا، 1 2 3 4 5 6 إلى أن أنتهي، ثم أنظر إلى الدرجات المتشابهة. الدرجة الأولى 7 7 7، الدرجة 7 الأولى أخذت 2، وهذه أخذت 3، وهذه أخذت 4. طيب كيف أعمل؟ هنا حجمع ترتيب الدرجات 2 زائد 3 زائد 4 لأنها متشابهة، واقسمها على عددها، يعني أوجد المتوسط لترتيب هذه الرتب. على أساس المتوسط سيكون هو الرتبة لهذه الثلاث درجات المتساوية، هذا في حالة التساوي. إذا أنا أحتاج في الحقيقة إلى جدول، كما ستشاهدون هنا في هذا الجدول سأرصد قيم X. قيم X 7 7 8 7 7 8 3 7 11، هذه قيم X، واترك هذا المكان لقيم Y. مباشرة هنا حيكون رتب الإكس. أيوة، تعالوا معي إلى رتب الإكس. خلوني قبل ما أرصد قيم الواي أبدأ معكم برصد رتب الإكس. الثلاثة دي طبعا الثلاثة أصغر واحدة حتأخذ الرقم 1. طيب السبعة، أها السبعة، هل نعطيها الرتبة 2 ولا الرتبة 3 ولا الرتبة 4؟ قلنا لا، نجمع الرتب 2 و3 5 5 و4 9، نقسمهم على عددهم على 3، 9 على 3. إذا السبعة في كل مكان حيكون رتبتها 3، وذي السبعة بيكون رتبتها 3، وهذه السبعة بيكون رتبتها 3. إن شاء الله يكون الأمر واضح. بعد ذلك أشوف مين الرتبة الجاية بعدهم. الرتبة بعد السبعة حتكون قلنا 4 5، اللي 8. إذا الثمانية رتبتها كم؟ 5، عفوا ليس هنا مكان الرتب، هنا 3 رتب X في هذا المكان. طيب الرتبة 11 أو القيمة أو الدرجة 11 رتبتها كم؟ 6. إذا انتهيت الآن من قيم X ورتبها. أروح مباشرة إلى الواي. طيب الواي إيش قيمها؟ أكتب قيم Y كما هي مرتبة في المثال أو في المسألة. 8 4 12 2 10 11، ولا أتصرف في هذا، أكتبه كما هو. ثم بعد ذلك أروح إلى العمود الخاص برتب الواي. الآن سأبدأ بتناول قيم الواي ورتبها. لاحظوا معي عندي الاثنين حتأخذ الرتبة الأولى لأنها أصغر واحدة، أنا حرتب من الأصغر إلى الأكبر. يليها الرتبة الثانية 4، لاحظوا معي بعد 4 الرقم اللي بعده الأكبر منه اللي هو 8، إذا حيأخذ الرتبة الثالثة. طيب بعد 8 10 حتأخذ الرتبة الرابعة. طيب مين بعد 10؟ 11 حتأخذ الرتبة الخامسة. طيب وبعدين 12 حتأخذ الرتبة السادسة. لاحظوا معي أعزائي الطلاب والطالبات إنه في قيم الواي ما فيش قيم مكررة، وبالتالي كل قيمة أخذت رتبتها حسب تصاعدها، بينما في قيم الإكس وجدت 3 قيم متشابهة، وبالتالي أخذت هذه القيم
متوسط الرتب لها. يبقى معايا الآن، لاحظوا معي لو عدنا إلى القانون سنجد أن القانون فيه دي تربيع، وقلنا دي تربيع هذا هو الفرق بين رتب الإكس ورتب الواي. إذن هنا حكتب قيمة الدي، الدي هذا هو الفرق بين رتبة الإكس ورتبة الواي. يعني كم الفرق؟ 3 ناقص 3 0، وهنا كم الفرق؟ 3 ناقص 2 1، وهنا كم الفرق؟ 5 ناقص 6 الفرق سالب 1، هنا 1 ناقص 1 0، وهنا رتبتها 3 ورتبتها 4 يبقى سالب 1، وفي الأخير الرتبة 6 ناقص 5 1. هذا هو الفرق بين الرتب، الفرق بين الرتب. نأتي إلى العمود الأخير اللي هو دي تربيع، يعني حنربع الدي هذا، العمود هذا كله حنربعه. كم تربيع الزيرو؟ زيرو. كم تربيع الواحد؟ واحد. السالب واحد تربيعه واحد، الزيرو كذلك تربيعه زيرو، وسالب واحد تربيعه واحد، والواحد الأخير تربيعه واحد. حنلاحظ إنه مجموع الدي هذا، العمود الدي هذا لازم يطلع مجموعه زيرو، وبالنسبة لمجموعة دي تربيع نجمع واحد وزيرو، واحد واحد اثنين زيرو اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة. إذن مجموع الدي تربيع، الدي تربيع طلع مجموعة كم؟ أربعة. مجموعة طلع أربعة، وإحنا حنحتاجه في القانون. الآن نروح نعوض في القانون، حنقول R تساوي واحد اللي هو ده ناقص شرطة كسر ستة اللي في القانون نكتبها كما هي، ضرب مجموع الدي تربيع. كم مجموع الدي تربيع طلع يا أولاد؟ أربعة. إذن في أربعة مقسوما على إن، الإن كم؟ الإن عدد الخانات حق الدرجات، أو عدد الطلاب، أو عدد المشاهدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن الإن ده يكون ستة في مربع الإن اللي هو ستة في ستة، ستة وثلاثين ناقص واحد. أجي أحسب هذا هذه العمليات بالآلة الحاسبة، حيكون عندي الواحد ناقص ستة في أربعة، أربعة وعشرين مقسوما على ستة في خمسة وثلاثين، لأنه ستة وثلاثين ناقص واحد خمسة وثلاثين، حيصير عندي الناتج يساوي واحد ناقص أربعة وعشرين قسمة ستة في خمسة وثلاثين، حيطلع معايا مئتين وعشرة. مئتين وعشرة حيساوي واحد ناقص 24 على 210 حيكون 0.114 بالتقريب تقريبا. اذا الار اللي هو معامل الارتباط طلع معايا 86 من 100. اذا هذا هو معامل سيبرمان. طيب تعالوا نعلق الان على النتيجه، ماذا يعني ان الار طلع معايا 86؟ كما ذكرنا انه القيمه الموجبه الان، لاحظوا معي النتيجة، النتيجة موجبة R ساوي 0.86، القيمة موجبة، القيمة موجبة، معنى هذا إنه في عندي العلاقة عبارة عن علاقة ارتباط طردي. إذن عندي علاقة ارتباط طردي لأنه عندي القيمة موجبة. اثنين، القيمة 86 من 100، 86 من 100. طيب يا ترى هل الارتباط الآن أو العلاقة بين نتائج الطلاب في المواد قوية ضعيفة ولا متوسطة؟ عندي هذا الرقم 86 من 100، 86 من 100 يعني أن العلاقة الارتباطية بين الدرجات قوية قوية. لماذا؟ لأنه إذا كان الآر قلنا محصور بين أكبر من 70 أو 69 من 70% إلى الواحد، فهنا حيكون حتكون علاقة قوية. لاحظوا معي الناتج طلع 68، يعني فوق 70 ب 16 من 100. إذن النوع الثالث من مقاييس الارتباط حيكون معنا هو معامل الاقتران. ومعامل الاقتران يستخدم لقياس معامل الارتباط
لمتغيرين نوعيين يعني اسميين، بحيث يكون لكل متغير اسمي يكون له صفتين فقط. إذن هذا المعامل يستخدم فقط للبيانات النوعية، ويشترط لصحة استخدامه إنه يكون عندي متغير أول ومتغير ثاني. المتغير الأول يكون له صفتان، الصفة الأولى والصفة الثانية. المتغير الثاني أيضا يكون له أيضا صفتان، صفة أولى وصفة ثانية. إذن هذا المعامل يستخدم في هذه الحالة فقط. وطبعا نرتب هذه البيانات النوعية، نرتبها في جدول كما يتضح الآن أمامك. نصنع جدول بهذه الطريقة، بهذا الشكل. هنا المتغير الأول، المتغير الأول النوعي طبعا، لازم يكون نوعي. وهنا المتغير الثاني برضه يكون نوعي. فالمتغير الأول لازم يكون له صفتان، الصفة الأولى هنا ونسميها A، والصفة الثانية هنا ونسميها B. إذن المتغير الأول أمامه صفتين. أيضا المتغير الثاني يكون له أيضا صفتان. هنا المتغير الثاني يكون له صفتان نسميها C، والصفة الثانية نسميها D. إذن تترتب البيانات في جدول كما هو واضح أمامك. طيب، ونؤكد على أن هذا المعامل يشترط أن تكون البيانات التي يقوم بقياس المعامل الارتباط لها تكون نوعية. طيب، قانون هذا المعامل R C، نرمز له بال R C، قانونه بسيط جدا 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 وما يحتاجش كلام كثير ولا جداول ولا شيء. قانونه هو كالتالي: إنه شرطة كسر بالطريقة هذه، ثم نضرب الرقم اللي هنا اللي في الA اللي في صفة A نضربه في الرقم المقابل له، يعني كأنه ضرب تبادلي. طيب، عنصري القطر هذا الرئيس ينضربه في بعض اللي هو بيكون A ضرب D ناقص البي في السي، العكس ناقص بي ضرب سي. هذا في البسط. أما في المقام فيكون نفس الكلام اللي في البسط، أبدا ما فيش فرق بينهما إلا أن هذه الإشارة تكون موجبة فقط، وإلا يكون نفس الوضعية التي في البسط. إذن هذا هو معامل الاقتران. طيب، وهذا هو قانونه. لكن نريد أن نبين أو نسجل ملاحظة مهمة جدا فيما يتعلق بمعامل الاقتران. هذه الملاحظة تقول إنه في معامل الاقتران، في معامل الاقتران، طيب، لا معنى للإشارة سواء كانت سالبة أو موجبة، يعني لا نبني على الإشارة شيئا. طيب، بمعنى إنه ما فيش حاجة اسمها طردي أو عكسي. هذا في معامل الاقتران لا يوجد هذا الأمر، وأيضا في المعامل الآخر الذي سنتناوله لاحقا. تعالوا نأخذ مثال على هذا المعامل. المثال يقول: قام أحد الباحثين بدراسة العلاقة بين تناول الدخان، إذن هذا المتغير الأول تناول الدخان، وبين مرض التهاب الرئتين، إذن المتغير الثاني اللي هو المرض. فجمع بيانات لعينة عددها 580 شخصا، فكان توزيعهم حسب الصفة موضحة كما في الجدول الآتي. هذا هو الجدول، لاحظوا معي.
الصفة الأولى التدخين، إما أن يكون مدخنا أو غير مدخن. طيب بالنسبة للصفة الثانية اللي هي الإصابة بمرض التهاب الرئتين المتغير الثاني، مصاب أو غير مصاب، وتلاحظ أن التدخين والإصابة متغيرة نوعيا، وتلاحظ أيضا أن التدخين له صفتان، مدخن غير مدخن فقط ما في زيادة، وكذلك الإصابة بمرض التهاب الرئتين له أيضا متغيران، إما مصاب أو غير مصاب، وما في زيادة على هذين المتغيرين. تعالوا نرصد الأرقام. بالنسبة لحالة أن الشخص مدخن ومصاب، طلع مع الباحث العدد 140 شخصا، وبالنسبة للعينة كان عدد الأشخاص اللي هم مدخنين في الخانة دي، مدخن وغير مصاب، مدخن وغير مصاب، طلعوا فقط 40 شخصا. هنا في هذه الخانة اللي غير مدخن وكمان مصاب، طلعوا 160. طيب في الخانة الأخيرة هذه غير مدخن وغير مصاب، طلع 240 شخصا. تعالوا معي الآن نحسب المطلوب، وهو المطلوب إيجاد معامل الاقتران لهذه البيانات. طيب نحن الآن إذا عندما ننظر إلى هذه البيانات سنجد أنها ذات متغيرين نوعيين، وكل متغير له صفتين، إذن لا نستطيع قياس معامل الارتباط إلا من خلال معامل الاقتران، اللي هو حنكتب قانونه مرة ثانية، RC حيساوي A في D، اللي هي الخانة هذه في اللي تقابلها. طيب مطروحا منه B في C، هذا في البسط، والبي في سي هي الخانة هذه في اللي أمامها، ونفس العمل بيكون في المقام A في D ناقص B في C، لكن الفرق أنه حيكون هنا عندي موجب، حيكون عندي هنا موجب، إذن حيساوي A في D، A في D يعني 140 في 240، 140 في 240 ناقص B في C يعني 160 في 40، كل سهولة 160 في 40 مقسوما على نفس هذه العملية، ولكن بإشارة موجبة يساوي. حاصل ضرب 140 في 240 حيطلع 27200، 27200 مقسوما على حاصل الضرب اللي في المقام ثم جمعه حيطلع معي 40000، طبعا هذه بالآلة 40000، لما نجي نقسم 27200 على 40000 يطلع الناتج بالضبط 68%، 68%. إذن معامل الارتباط RC طلع معي 68%، ويعني هذا أن الارتباط متوسط، الارتباط متوسط بين موضوع التدخين وموضوع الإصابة بالتهاب الرئتين. وهنا لا نقول مثلا انه طردي او عكسي، ما ينفع في هذه الشكل او في هذه النوعية من البيانات انه نقول يعني طردي او عكسي، يعني مثلا نقول كل ما زادت الإصابة كل ما زاد المدخن، لا. فاذا نكتفي فقط بالتعليق على النتيجة بقولنا اما انها ضعيفة او قوية او متوسطة. اعزائي الطلاب والطالبات، الان سنأخذ ان شاء الله آخر مقياس من مقاييس معامل الارتباط الخط البسيط، وهو معامل التوافق، وبه نختم موضوع الارتباط الخط البسيط. هذا المعامل هو أحد مقاييس الارتباط، نستخدمه عندما يكون أحد المتغيرين
له أكثر من صفتين، أو عندما يكون أحد المتغيرين كمياً والآخر نوعياً. إذن هذا هو معامل التوافق. لو نرجع قليلاً إلى الوراء، كنا أخذنا قبله معامل الاقتران، ومعامل الاقتران قلنا يتعامل مع المتغيرات النوعية فقط. واشترطنا في معامل الاقتران أن يكون لدينا متغيرين نوعيين، متغيرين نوعيين، وكل متغير ينقسم إلى قسمين أو إلى صفتين. هنا في هذا المعامل المتغيرات ممكن تكون نوعية مثل الاقتران، وكل متغير ينقسم إلى أكثر من صفتين، أو أحد المتغيرين ينقسم إلى أكثر من صفتين. لأنه لو أن كل المتغيرين ينقسمان إلى صفتين فهذا يعني يكون من خصائص معامل الاقتران. أما هنا فلابد أن يكون أحد المتغيرين يحمل أكثر من صفتين. انظروا معي إلى هذا الجدول الذي أمامكم. هذا الجدول هو الجدول الذي نرتب فيه يعني البيانات الخاصة بالدراسة. وستلاحظون أن هذا الجدول يتكون من المتغير الأول هنا، وينقسم إلى صفتين، هذه الصفة الأولى وهذه الصفة الثانية. والمتغير هو متغير التدخين، يدخن لا يدخن. المتغير الثاني في هذا الجدول هو متغير المستوى التعليمي. هتلاحظ أنه متغير المستوى التعليمي له ثلاث صفات: غير متعلم، ثانوي، جامعي. إذن هنا هذا المتغير انقسم إلى ثلاث صفات، وبالتالي هستخدم معامل التوافق. هذا الجدول نسميه جدول التوافق، نسميه جدول التوافق، ومن خلاله نبدأ العمل وإيجاد معامل التوافق. طيب نعود إلى هذا المعامل. لاحظوا معي قانونه. قانون هذا المعامل يعطى بالطريقة التالية: RC تساوي الجذر التربيعي ل B ناقص واحد على B. B ناقص واحد على B. طيب البي هذا لابد أولا أن نوجده، وبعد ذلك نعوض بقيمته هنا وهنا ونأخذ الجذر التربيعي فنحصل على معامل التوافق. لكن انتبهوا معي إلى البي هذا، كيف نحصل على البي؟ كيف نحصل على البي هذا؟ لاحظوا معي، أعود إلى الجدول الآن. في الجدول عندي هذه خانة، خانتين أو خلية، خليتين، ثلاث، أربع، خمس، ست. إذن هذه الخلايا الست نوجد قيمة البي من خلالها جميعا، من خلال هذه الخلايا كلها كما سنرى. والبي يساوي مجموع مربع كل خلية من هذه الخلايا، مجموع مربع كل خلية. يعني نأخذ القيمة اللي داخل الخلية، نربع هذه القيمة، ثم نقسمها على مجموع عمودها، أي عمود هذه الخلية، مضروبا في مجموع صفها، أي صف هذه الخلية، كما سنرى جليا من خلال المثال التالي. لاحظوا معي مثال: احسب معامل الارتباط بين المستوى التعليمي وبين ممارسة التدخين الموضح في جدول التوافق الآتي. هذا الجدول الذي أمامكم الآن سوف نضع فيه البيانات. لاحظوا معي هنا لدينا من غير المتعلمين ستة يدخنوا، ستة. طيب من الذين لا يدخنون وهم غير متعلمين أربعة. كم صار مجموعهم هؤلاء اللي هم غير المتعلمين؟ صار مجموعهم عشرة. طيب نأتي إلى اللي هو المؤهل الثانوي، كم الذين يدخنون وكم الذين لا يدخنون؟ الذين يدخنون أربعة والذين لا يدخنون أربعة. كم مجموعهم؟ مجموع المؤهل الثانوي ثمانية، أربعة زائد أربعة. طيب المستوى الجامعي، المستوى الجامعي خمسة يدخنون
وسبعة لا يدخنون، سبعة لا يدخنون، ومجموعهم مجموع المستوى الجامعي كم؟ 12. طيب إذا لاحظوا معي، الصف الأول هذا اللي هو غير المتعلم مجموعه 8، المرحلة الثانوية أو الذين مؤهلهم ثانوي مجموعهم 8، الذين مؤهلهم جامعي مجموعهم 12. طيب نأتي إلى الجهة العمودية، الذين يدخنون كم مجموعهم؟ كم مجموع عمودهم؟ 6 زائد 4 10 زائد 5 15. طيب الذين لا يدخنون كم مجموع عمودهم؟ 4 زائد 4 8 زائد 7 برضو طلعوا 15، وبصدفة تساوت القيمتان لأنه لا نشترط أنهم يتساوى، لكن هنا تساوى بالصدفة. طيب الآن نريد نحسب معامل التوافق. لاحظوا معي هذا قانونه، قلنا RC هيساوي القدر التربيعي لي بي ناقص واحد على بي. الآن تعال نحسب البي، نحسب قيمة البي والتي حتساوي، حناخذ الرقم الأول في الخلية الأولى اللي هو 6، نربعه يعني 6 تربع، ونقسمه على حاصل ضرب مجموع عموده 15 في مجموع صفه كم؟ 10. إذن الستة ربعناها قسمناها على مجموع عمودها 15، وضربنا ال 15 في مجموع صف، مجموع صف الستة اللي هو 10. تمام؟ ننتقل إلى الرقم الثاني اللي هو 4، وبنفس الطريقة حنقول 4 تربيع مقسوما على مجموع عمودها 15 مضروبا في مجموع صفها 10 زائدا، ننتقل إلى الصف الثاني، الصف الثاني فيه 4 و4 بنفس الطريقة، حيكون عندي الأربعة الأولى هذه نربعها، نربع القيمة ونقسم على مجموع على حاصل ضرب مجموع عمودها في مجموع صفها، كم مجموع الصف حق هذه الأربعة والأربعة؟ 8. زائدا الأربعة الثانية بنفس الطريقة حنربعها ونقسمها على حاصل ضرب مجموع العمود في اللي هو 15 في مجموع الصف اللي هو 8. انتهينا من هذا الصف، ننتقل إلى الصف الذي يليه اللي هو فيه الخمسة، حيكون زائدا 5 تربيع مقسوما على مجموع العمود 15 في مجموع الصف اللي هو 12 زائدا الخانة أو الخلية الأخيرة 7، بيكون عندي 7 تربيع مقسوما على مجموع عمودها 15 في مجموع صفها 12. وهكذا نكون قد انتهينا من جميع ايش الخلايا. الآن نقوم بحساب هذه العمليات الرياضية. هتلاحظوا معي هنا، هتلاحظوا معي هنا 6 تربيع بكم؟ 6 تربيع دي بكم؟ 36. طيب الأربعة تربيع، الأربعة تربيع ب 16. تعالوا نجمع على 36 زائد 16 ب 52. طيب المقام هنا حتلاحظ انه 15 في 10، وهنا برضه 15 في 10، اذا حناخذ مقام واحد 15 في 10 اللي هو 150. تمام؟ اذا انتهينا من هذا ومن هذا. ننتقل الى الذي بعده اللي هو 4 تربيع بكم؟ 4 تربيع ب 16. ال 4 تربيع الثانيه ب 16. لاحظوا مقاماتهم واحده اللي هو 15 في 8، 15 في 8، وبالتالي المقام سيكون موحد 15 في 8 ب 120، ب 120، و 16 زائد 16 32. خلاص انتهينا من هذا الكسر، من هذا الكسر نذهب الى الكسرين الاخيرين بنفس الطريقه، حيكون عندي 25 هنا الـ x 5 أس 2 ب 25،
وسبعة واثنين بتسعة وأربعين، والمقام حقهم 15 في 12 اللي هو 180. بناخذ واحد من المقامات لأنهم موحدات. الآن حرك مع 25 والتسعة والأربعين بيطلع معايا 74. طيب الآن هنحول هذه الكسور العادية إلى كسور عشرية لسهولة ماذا؟ لسهولة التعامل معها أو لسهولة جمعها. لاحظوا معي 52 على 150 هذا بالآلة حيطلع بوينت عفوا 0.347 زائدا 32 قسمة 120 بالآلة حيطلع عندي 0.267 الكسر الأخير 74 قسمة 180 حيطلع بالآلة 0.417 طيب نجمع هذه الكسور مع بعض بالآلة طبعا هذا الكسر زائد هذا الكسر زائد هذا الكسر نجمعه حيطلع معايا 1.031 إذن هذه قيمة البي. هذه القيمة البي الآن اللي طلعناها بالطريقة هذه سنعوض بها في القانون قانون معامل التوافق للحصول على النتيجة النهائية لهذا المعامل. لاحظوا معي طلع معايا البي يساوي 1.031 هذا قيمة البي. حناخذ القيمة هذه ونعوض بها في قانون معامل التوافق الذي هو كما رأينا بي ناقص واحد تحت الجذر على بي حيساوي الجذر التربيعي لي البي. كم طلع البي معانا؟ 1.031 ناقص واحد ناقص واحد هذه اللي هي من القانون ناقص واحد مقسوما على البي نفسها 1.031 طيب حيساوي معانا لاحظوا معي 1.031 ناقص واحد حيبقى الناتج في البسط معايا فقط اللي هو 0.031 مقسوما على 1.031 طيب نجي نقسم البسط على المقام بالآلة قسمة عادية حنلاحظ انه الناتج حيساوي لي بعد القسمة طبعا وقبل ما اتخذ اخذ الجذر حيساوي لي القيمة التالية اللي هي 0.031 نجي ناخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة بالآلة الحاسبة حيطلع الناتج اللي هو 18 من 100 إذن هذا هو معامل التوافق 18 من 100. الآن تعالوا نفسر النتيجة ما هي العلاقة بين عادة التدخين وبين المستوى التعليمي؟ هل هناك علاقة؟ الذي يتضح من النتيجة أن هناك علاقة نعم هناك علاقة ولكنها علاقة ضعيفة حسب النتيجة هذه لأن 18 من 100 في المستوى الضعيف للمعامل وبالتالي نستطيع نقول من خلال البيانات التي حصل عليها الباحث في هذا المثال أن علاقة الارتباط الخطي عن طريق معامل التوافق طلعت ضعيفة.